الطفل المصري بيعيش حالة من الاهتمام الكبير من الدولة. هنلاقي مبادرات رئاسية مختلفة بتستهدفه على مستويات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وده لأن الدولة بتستثمر في مستقبلها اللي بيمثله الأطفال، وده طبعا ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري. نعرف منين؟ نعرف من التقرير الجاي. بناء الإنسان ده تحدي الإنسانية كلها. استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بالطفل ورعايته اجتماعياً وصحياً وتعليمياً للتأسيس لرجال ونساء المستقبل الذين سيحملون على عاتقهم المسؤولية الاجتماعية والتنموية من أجل رفعة الوطن. وانعكس الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بمرحلة الطفولة وأهميتها في بناء الإنسان على الجانب التشريعي مع تضمن الدستور المصري للمادة رقم 80 المعنية بالطفل، إضافة إلى أن الدولة وضعت في مجال التعليم الاستراتيجية القومية للتعليم 2014-2030 والتي حرصت على أن يكون التعليم متاحاً بجودة عالية للجميع دون تمييز، إضافة إلى مبادرة تعليم الفتيات في مصر والتوسع في التعليم الفني وخاصة للإناث. لم تضع الدولة استراتيجيتها للتعليم فقط، بل أصدرت بعض المبادرات في مجالات الصحة العامة والنفسية للطفل وإعانته اقتصادياً، ومنها مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديث الولادة من سبتمبر 2019 وحتى الآن، إضافة إلى مبادرة التأهيل النفسي للأطفال بالفن من خلال ثلاث جمعيات بشمال سيناء واتفاقيات تهدف إلى تحقيق حياة أسرية آمنة وعقد مؤتمرات علمية لمناهضة العنف الأسري. كما أقرت الدولة منح معاش للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وتحدد القيمة وفقاً لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى 200 جنيه شهرياً لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي اتخذتها وزارة التضامن.